اذكر شيء ممكن أن يفوتك. يلا. المرض. المرض؟ اذكر شيء ممكن أن يفوتك. المرض؟ المرض. 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 والمرض خلي يفوتني. يعني لازم تفهم، اذكر شيء ممكن أن يفوتك، فتشي فات عليك، يعني قضية، حالة، كذا، صح؟ خلينا نشوف. موعد مقابلة. موعد مقابلة؟ مقابلة عمل. نعم، موعد. الموعد. إذا تفضل أستاذ يونس واخذ المرض وياك. يلا علا، خلوا نروح. لا لا لا، خلاص المرض فات. المرض هو يريد المرض، يحب المرض حتى ينام، حتى يبقى بالبيت. مو اذا خلينا نشوف بشار. استاذ بشار، انت شو تقول؟ اذكر لي شيء ممكن ان يفوتك. قطار العمر. قطار العمر، خطأ. خلينا نشوف بعد هذا الخطأ الاول. استاذ سلام، شو تقول؟ رحله الطائره. رحلة طائرة، موعد طائرة، رحلة طائرة. نعم نعم، الموعد والطائرة، فاتني موعد رحلة طائرة. أسامة، رحلة سيارة. رحلة سيارة. نعم. خلينا نشوف رحلة السيارة. خطأ خطأ خطأ. إذن خلينا نشوف علا، شو تقول علا؟ الدوام. وقت الدوام. والخطأ الثالث، الخطأ الثالث، أنتوا أكيد تناقشتوا وتفاهمتوا وقررتوا على إجابة واحدة، إجابة واحدة فقط. نعم. ها مصطفى، الصلاة. اذكر شيء ممكن أن يفوتك. الصلاة. يونس، العمر. العمر. نوار، الصلاة. الصلاة. السفر. الآن ها؟ السفر، الرحيل، المغادرة. الرحيل. خطأ. إذن مبروك لعائلة دولماي، أخذت هذه الجولة 80 نقطة، الآن أصبحت و100 نقطة لعائلة الرفاعي. خلي نشوف باقي الاحتمالات الموجودة. ما هو الشيء اللي ممكن أن يفوتك؟ 8. قول شيء ما. 7. أداء واجب. الطعام، موعد الطعام. موعد القطار. الباص. الصلاة.